منصب رئيس الجمهورية بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي تمت في الخارج أيام 15 و16 و17 و18 و19 من مايو 2014، وفي الداخل أيام 26 و27 و28 من مايو 2014 هو السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي. مفيش امل ومصر مش هتكون احسن، مصر هتكون احسن ان شاء الله زي جمال عبد الناصر. انا حضرت ايامه وهو ده اللي خلفته حبيبي قلبي من ساعه ما مشي من ساعه ما نزل. طب انا مش هسيبك غير بزغروته كمان. نعم زغروته تانيه بقى. الف مبروك، اجمل هديه جابتها لمصر هو السيسي، احسن هديه جات لمصر. جاي من هنا؟ أنا جاي من جنة مخصوص عشان أقول للسيادة المشير السيسي ألف مبروك لمصر، عشان أنت حبيت شعبك ونزلت لما نادالك، وإحنا كمان بنحبك. اللي أنت عايزه يا سيسي إحنا تحت أمرك يا سيسي. واللي لسه بيناطح ويقول ده انقلاب، ده إرادة شعبية. السيسي حبه الشعب، وريني يا قمر، انت نازله النهارده عشان تحتفلي بالمشير السيسي؟ اه. انت كان نفسك يكسب؟ اه. اللي انتخبوا السيسي مش شباب، انت شايف كده؟ امال انت ايه؟ انا السيساوي طبعا، بحب مصر. بتحب مصر؟ السيسي اه. يعني اللي بيتقال ده كله كذب، ما الشباب اهو. ايوه صح، ما احنا واقفين اهو. الشباب بقى هيشتغل ولا هيستنى منه؟ ايوه لا هنشتغل عشان نبني بلدنا بايدينا. يعني لما يقول لكم احنا كلنا لازم نتعب وانا معيش عصا سحريه طبعا هتشتغلوا؟ ما هو واقف جنبنا احنا نقف جنبه. السيسي على استعداد نصحى من 4 الفجر نشتغل كشباب في البلد لنعمل في هذا البلد. انا عايزه اكلم الاطفال، قولي لي بقى انت بتحبي السيسي؟ اه بحب السيسي. عندك في البيت انتخبوا؟ اه. هما اللي انتخبوه؟ طب وانت جايه النهارده تقولي ايه بقى؟ قلنا من السيسي. الفرحة حلوة قوي، والشعب المصري ده مفيش أحلى منه، ومفيش حد هيقدر ياخد الفرحة مننا تاني. النهاردة نادي العاصمة موجود في أحلى عاصمة ومن قلب ميدان التحرير، عشان نقول العالم كله إن الشعب المصري هو اللي قال كلمته وهو اللي اختار بنفسه، ومحدش أكبره المرة دي. كل الأعداد اللي انتوا شايفينها النهاردة بتقول إن الانتخابات دي كانت انتخابات إرادة شعب، محدش قال له ولا اداله كيس سكر ولا زيت ولا انابيب زي ما كنا بنشوف. دي انتخابات حقيقيه، الشعب المصري قال كلمته وكل المصريين نزلوا. عايزه اقول لكل المصريين الف مبروك، ومن نادي العاصمه بنحلم بالمستقبل. زي ما قلنا لكم دايما ان المستقبل اكيد حلوه، المستقبل هيكون حلو لان بلدنا هتكون حلوه. بيكم انتوا يا احلى شعب في الدنيا، ان شاء الله مصر هتكون احلى.